السلام عليكم. اليوم بغينا نهضروا على كيفاش غادي يكون العالم مورا الوباء ان شاء الله. باش نعرفوا كيفاش غادي يكون الوباء خصنا اولا نعرفوا واش راه جاري اليوم. اليوم اللي كنشوفوه هي الفوضى والخوف والتلاعب بالاخبار وصورتو على الشبكات الاجتماعيه لي ريزو سوسيو اكزومبل يوتيوب فيسبوك تويتر ايتترا. غادي يخليو نفس هذوك المواطنين اللي كانوا يديروا مظاهرات في السابق ضد الحكومات ديالهم مورا هذا الوباء ان شاء الله غادي يقبلوا باي تغيير مبرر بهذا الوباء اللي وصلنا الى نظام عالمي جديد. مثلا باش يكون الدولار عمله واحده هذا احتمال، ولا اغلاق الحدود ما بين الدول، ولا قمع الدول الاسيويه مثلا، حتى تضحيه الاقتصاد تاع الدول الناميه لصالح الدول مثلا امريكا ولا الصين ولا الاتحاد الاوروبي. ولانشاء باش يكون نظام جديد خصها بدا يدمر النظام القديم. غادي يكون واحد العالم مبني غير على التكنولوجيا، غتكون سيطره هائله على الاموال المتداوله لارجون فيزيك، فلوس لا تسيركولي، باش يبقاو غير لي كارت بانكير ولا لي شيك ولا، والعمل عن بعد وحتى الدراسات عن بعد، القرايه عن بعد غادي تبقى كما كنشوفوه اليوم. واللي كنشوفوه اليوم وما هو الا تجربه اللي غادي تغير طريقه العيش ديالنا الى الابد، كما دار الوباء نتاع الطاعون قبلوا المصير ديالنا بدون شكوى. التجربه اللي كنعيشوها اليوم كيفاش غادي تقبلوا الموظفين واللي خدامين في شركات خاصه، كيفاش غادي تقبلوا العمل عن بعد في المنازل ديالهم، وهي اللي غتبدل الطريقه تاع العمل خصوصا في الدول الاوروبيه. غادي يكون احتمال غادي تكون واحد الفئه تاع التلاميذ اللي عمرهم ولا يطاو في المدرسه في المستقبل، وانما غادي نقولوا يقراو غير في الديور ديالهم. قبل ما يبدا الوباء واخا تبان باللي ماشي فري، كان النظام المالي والاقتصادي كان ميت، على الرغم من الكثيرين اللي كيظنوا باللي لا. مرة الأزمة العالمية تاع 2008 شفنا كي دارت البنوك دخلت كميات كبيرة من المال، والدين العام وصل في دول أوروبية لواحد العدد كبير بزاف اللي بقى في شي بلدان يريبريزونتي الدوبل تاع الاقتصاد ديالهم، واللي من بعد بقاو ثاني هما يعطيو دي كريدي بواحد لي زانتيري هابط بزاف، وانما كانت غير مجرد خطه باش يربحوا فيها الوقت واستعدوا لواحد نظام اقتصادي جديد واللي رانا كنعيشوه دركا. من قبل كنا نشوفوا بلي الدول ما كانوش يبغوا يعترفوا بلي كاين ازمه، وهي كاينه ازمه اقتصاديه، وانما كنشوفوا بلي كل شيء العكس اليوم، وانما اليوم كيقصفونا باخبار متشائمه باش نوجدوا راسنا لهذا العالم وهذه الازمه اللي راها جايه بهدف واحد فقط، وهي تخلي بعض الدول يزيد الاقتصاد ديالهم يتهرس. التوضيح فقط، وانما الفيديو الهدف ديالو ماشي هي نهضروا على بلي الفيروس مصنوع في لابوراتوار ولا، باسكو هذاك راه موضوع معقد بزاف وماشي هي الوقيته اللي غادي نتكلموا فيه، وانما الهدف هو بلي بسبب هذا الفيروس غادي الدول الكبرى غادي تغتنم من الفرصة باش تحقق بزاف الأهداف اللي كانت عندها ولكن ما تقدرش تحققهم في الظروف اللي كنا فيها، وهذه هي الفرصة الوحيدة باش دوك الدول يحققوا الهدف ديالهم. ما تنساوش ديروا جيم وما تنساوش تابونا معنا في لاشين باش يبقى دائما يوصلكم الجديد.